الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تقديم كافة الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان. الرئيس السيسي يؤكد الاستعداد لتوفير شتى سبل الدعم لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية. رئيس الوزراء يقوم بجولة في المتحف المصري الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي من هذا الصرح العملاق. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق، وذلك انطلاقا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات. جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي في قصر الاتحادية مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال فترة مقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. كان الرئيس السيسي قد استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فور وصوله مطار القاهرة، حيث أقيمت لضيف مصر مراسم الاستقبال الرسمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك في إطار ما يجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة مصير مشترك. تعد السودان امتدادا طبيعيا لمصر، فالعلاقات بين الشعبين والبلدين أزلية وتاريخية، حيث تؤكد مصر دائما على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان. كما تحظى العلاقات بين البلدين بتعاون وتنسيق متواصل من أجل الصالح المشترك، وهو ما يحرص عليه الشعب والقيادة السياسية في كلا البلدين. في الوقت الذي يعد فيه السودان امتداداً طبيعياً لمصر، تستمد العلاقات بين البلدين العريقين قوتها من أزلية وتاريخية العلاقات بين شعبي وادي النيل، حيث ظل الترابط بينهما قائماً طوال مختلف الفترات دون انقطاع، إيماناً من القاهرة والخرطوم بأهمية واستراتيجية العلاقات بينهما سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد العلاقات في إطاريها العربي والإفريقي. وفي هذا الإطار تؤكد مصر دائماً على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان، وأنها علاقات استراتيجية بالغة الأهمية، والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة على فترات متقاربة بين البلدين. مصر وبثقلها الإقليمي والدولي تبذل كافة الجهود لدعم الأمن والاستقرار في السودان بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما تحظى العلاقات بين البلدين بتعاون
تعاون وتنسيق متواصل من أجل الصالح المشترك، وهو ما يحرص عليه الشعب والقيادة السياسية في كلا البلدين. كثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف مصر والسودان بشأنها أمراً حيوياً لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الإفريقية. في مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل والتعاون بين دول حوض النهر لصالح الجميع، وملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي، إلى جانب ملف التنسيق بشأن القضايا الإفريقية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي والمنظمات القارية والإقليمية الأخرى، أو من خلال التعاون الثنائي في مواجهة بعض القضايا الحيوية مثل مكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك تتواصل العلاقات بين مصر والسودان لتكتب كل يوم سطراً جديداً في شراكة تاريخية واستراتيجية فرضها الموقع الجغرافي وعززتها الروابط الوطيدة بين شعبي البلدين. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الهام للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي. وخلال استقباله توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أشار الرئيس السيسي إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية، وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل بين تلك المنشآت مما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية. من جانبه أشاد توماس باخ بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في المنطقة. وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر توفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد، في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة. قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة بالمتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات سير الأعمال به، حيث تابع موقف سير الأعمال بمحطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير، والتي من المقرر أن تخدم رواد المتحف والمنطقة الأثرية المحيطة. وخلال جولته حرص رئيس الوزراء على الوقوف على معدلات إنجاز أنظمة تأمين المتحف والمتمثلة في أنظمة التأمين بكاميرات المراقبة التلفزيونية وأنظمة الإنذار المبكر والكاميرات الحرارية وأنظمة التفتيش بالمداخل والبوابات. كما حرص رئيس الوزراء على متابعة سير أعمال المرحلة الثانية من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو الثانية التي يتم تنفيذها حاليا. عقب ذلك استقل رئيس الوزراء ومرافقه حافلة لمتابعة تفاصيل الأعمال التي يتم تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير من مواقع العمل، والتي تتضمن الأعمال الخارجية والدهانات التي تقام حول العمارات السكنية الكائنة بمنطقة الرماية وجميع العمارات
الاستعمارات الأخرى بالمنطقة المحيطة. وتمت خلال الجولة الإشارة إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ وتطوير شبكة الطرق المحيطة بموقع المتحف المصري الكبير، والتي تتضمن تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذا تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا، وذلك في إطار دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة. يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة موضوعات الاستراتيجية والأمن القومي، من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة طنطا، وتبادل الزيارات والتعاون في مجالات البحث العلمي والمعرفة، واستضافة قيادات ومستشاري الأكاديمية في لقاءات مفتوحة مع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة طنطا. تواصل وزارة الداخلية استراتيجياتها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. وفي هذا الإطار واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 31 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، بمضبوطات بلغت 4716 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 35 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 562803 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11072 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 2269 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5013 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت 304.5 طن. كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 42.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2879 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 549.5 طن. كما تم ضبط 136 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت حوالي 192 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 326 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 109998 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 750715 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 305033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4196 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 219 سائقا منهم. كما تم المرور على 102 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 94 من سائقي حافلة المدارس،
تبين سلبيتهم جميعا، كما تم فحص 71 مركبة وتبين عدم مطابقة مركبتين لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 381 سيارة و77 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 8522 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 989 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1274 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3141 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2974 مخالفة ملصقات وضبط 39 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1343 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82468 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71,332,520 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 252 قضية، من بينها 153 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و99 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 45,000 كتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 42 قضية بقيمة مالية بلغت 43,524,094 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 3357 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 5,448,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4,455,920 جنيها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 113 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 17 طنا، كما تم ضبط أكثر من 96 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 721 قضية، من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعربت مصر عن خالص التعازي للأشقاء بلبنان وفلسطين وسوريا نتيجة غرق قارب قبالة الساحل السوري يقل عددا من المهاجرين غير الشرعيين، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين. أعربت وزارة الخارجية في بيان عن مواساة مصر لأسر الضحايا وذويهم والتمنيات الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن استعادة الاستقرار وحلحلة الأزمات التي تمر بها
منطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تسهم في الحفاظ على أرواح ومقدرات شعوب المنطقة. يلقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم كلمة مصر أمام أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وتتواصل أعمال الجمعية العامة بنيويورك، وتتركز الاجتماعات على العديد من الأزمات التي يشهدها العالم، بدءا من العملية العسكرية بأوكرانيا، مرورا بالكوارث المناخية، وصولا إلى انعدام الأمن الغذائي. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 16 طائرة وأربع سفن صينية حول المنطقة المحيطة بالجزيرة. يأتي ذلك في وقت قررت فيه تايوان إجراء تدريبات دورية بالذخيرة الحية في مقاطعة بينغو وجزيرة كامنون. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لنظيره الصيني الحاجة إلى المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكين أكد لنظيره الصيني أن السلام والاستقرار بمضيق تايوان يمثل أمرا أساسيا للأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، محذرا من التداعيات في حال قدمت الصين دعمها لروسيا في عملياتها العسكرية بأوكرانيا. بحث رئيس وزراء أرمينيا نيكولا باشينيان مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الاضطرابات على الحدود مع أذربيجان. وخلال اللقاءات التي عقدت على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أعرب غوتيريش عن مخاوفه بشأن استمرار التوتر على الحدود الأرمينية الأذرية، وشدد على أهمية تسوية المشاكل الإقليمية من خلال المفاوضات السلمية. أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان ارتفاع حصيلة قتلى للشبكات الواسعة على حدودها مع طاجيكستان إلى 62. ذكرت الوزارة أن الشبكات أسفرت أيضا عن إصابة نحو 200 شخص ونزوح أكثر من 140 ألف شخص. هذا وقد اجتمع وزير خارجية قرغيزستان ونظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وإحلال السلام، حيث تبادلوا خلال الاجتماع آراءهم عن الأوضاع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، معبرين عن استعدادهم لاستكمال المحادثات لتنظيم عملية السلام. أعلن الجيش الكوري الجنوبي رصد استعدادات في كوريا الشمالية لاختبار صاروخ باليستي جديد تطلقه بيونغ يانغ من غواصة. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية واليابان لاستقبال كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. كالعادة تأتي الزيارات الأمريكية للمناطق الملتهبة من العالم حاملة معها نظرة تعقيدات جديدة للأوضاع، ولا سيما في شبه الجزيرة الكورية. ففي خطوة استباقية للأجندة الأمريكية التي تتضمن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي ولقائها بزعماء اليابان وكوريا الجنوبية، رصد الجيش الكوري الجنوبي استعدادات في شينبو جنوبية مقاطعة هامجيونغ بكوريا الشمالية، مما ينبئ عن استعدادها لاختبار صاروخ باليستي جديد تطلقه غواصة. خطوة تأتي بمثابة رد شمالي على الانتشار العسكري الأمريكي والتدريبات المشتركة السابقة بين سول وواشنطن من ناحية وواشنطن وطوكيو من ناحية أخرى، والتي وصفتها بيونغ يانغ بأنها تدريبات على الحرب ودليل على السياسات العدائية لواشنطن وسول. ولعل آخر تلك الإشارات المعادية من وجهة نظر كوريا الشمالية هي
حاملة الطائرات الأمريكية التي وصلت إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات لتنضم إلى سفن عسكرية أخرى للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية. إذن هي حلقة جديدة تنذر بتأجيج الصراع بين الكوريتين، لا سيما بعدما تبنت كوريا الشمالية منذ وقت قريب قانونا يخول لها تنفيذ ضربة نووية وقائية، قانون أثار القلق العالمي من مرحلة صراع جديدة قد تنذر بكارثة لا يحمد عقباها. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بوتين يوقع قانونا بشأن العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة للعمليات العسكرية بأوكرانيا. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الفارين أو الرافضين لأوامر القتال خلال فترة التعبئة، كما يعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما. وأفاد الكرملين أن بوتين وقع أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية في إطار خطة موسكو لزيادة أعداد مقاتليها ضمن العملية العسكرية في أوكرانيا. وأثار قرار التعبئة الجزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا الذي يشمل بحسب السلطات حوالي 300,000 شخص أثار قلق عدد كبير من الروس، واختار بعضهم مغادرة البلاد. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع مصورة لجنود احتياط ينضمون إلى جهود التعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق. هذا ومن المقرر استدعاء نحو 300,000 من جنود الاحتياط بالتعبئة الجزئية للانضمام إلى العملية العسكرية الروسية الجارية بأوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الدعاية الروسية تفقد الزخم في جميع أنحاء العالم، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بنحو يستوجب على أوكرانيا العمل على تأمين منصات إعلامية قوية. ودعا زيلينسكي دول العالم إلى إدانة الاستقطاعات التي بدأت روسيا تنظيمها لضم مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا. وقال زيلينسكي أن العالم سيتفاعل بشكل عادل تماما مع الاستفتاءات، وصفا إياها بالزائفة على حد تعبيره. هذا وتواصلت أعمال لليوم الثاني من الاقتراع في استفتاءات شعبية لانضمام مناطق لوهانسك ودونتسك وخرسون وزابوريجيا إلى روسيا. وأكد رئيس اللجنة الانتخابية بدونيتسك أن اللجان الانتخابية المتنقلة بدونيتسك ولوهانسك بدأت تحركها بالشوارع لجمع أصوات السكان المحليين. مرحلة جديدة دخلتها الأزمة الأوكرانية مع إجراء عملية الاستفتاء على انضمام مناطق لوهانسك ودونيتسك وخرسون وزابوريجيا إلى روسيا، ما يمثل انتهاء موسكو من إدارة المرحلة الأولى من الأزمة الخاصة، وأن تلك المناطق تمثل ما يقرب من ربع مساحة أوكرانيا، وعدد سكانها يمثل حوالي 15% من إجمالي التعداد السكاني بأوكرانيا. عملية الاستفتاء وفي وجهة النظر الأوكرانية تمثل تهديد لاستقلال الدولة، خاصة لما تمثله تلك المناطق من أهمية لكييف، حيث تعد مقاطعة خرسون أول المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية في بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا ومركزها، فيما تسيطر روسيا على قرابة 75% من مساحة مقاطعة زابوريجيا. أما موسكو فتعتبر من جانبها أن المناطق الأربع امتداد روسي على المستوى التاريخي، فكانت خرسون واحدة من أهم مواني الإمبراطورية الروسية في البحر الأسود، وكذلك ميناء مدينة ماريوبول، كما أن سكان هذه المناطق يتحدثون الروسية كلغة أم، وتربطهم صلات تاريخية ودينية وثقافية عريقة بروسيا. ومن الناحية الاقتصادية، فإن المناطق المستفتى عليها تحمل أهمية كبيرة لكل من روسيا وأوكرانيا، لأنها تتمتع بثروات وموارد طبيعية كبيرة، وهي منبع رئيسي للفحم الحجري والحبوب والغلال، كما تسيطر على نسبة كبيرة من المصانع والأيدي العاملة المدربة، ما يجعل تلك المناطق تمثل مراكز اقتصادية هامة.
عملية الاستفتاء قد تختلف عن أي عملية استفتاء أخرى قد تشهدها الحياة السياسية في أي دولة، حيث إن الصورة المعتادة تتمثل في ذهاب الناخبين إلى مراكز الاقتراع، ولكن في هذا الاستفتاء فالوضع أصبح مغيراً بسبب الظروف الأمنية، فإن المنظمين سيتوجهون إلى المواطنين في منازلهم للحصول على رأي الناخبين. التطورات المتوقعة بعد انتهاء عمليات الاستفتاء تتمثل في أنه سيكون بمقدور روسيا الانتقال مباشرة إلى ضم إقليمين لوهانسك ودونيتسك على غرار سيناريو ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، في حين أن مسار ضم إقليمين زابوروجيا وخرسون سوف يستغرق بعض الوقت ويحتاج إلى تعديلات دستورية روسية تمهد لذلك. أعلن الجيش الأوكراني استعادة بلدة ياسكيفكا من القوات الروسية من مدينة دونيتسك شرقي البلاد. وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها المسلحة صدت هجمات روسية على 10 مقاطعات لمنع السيطرة على المزيد من المناطق خلال 24 ساعة الماضية. وقال بيان للهيئة إن روسيا لا تتوقف عن قصف البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية، ولا يزال التهديد بضربات جوية وصاروخية قائما في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا. هذا وقد شن الروس 5 ضربات صاروخية و14 غارة جوية وأكثر من 60 هجوما من طراز ميرز على أهداف متفرقة خلال 24 ساعة. قال الجيش البريطاني إن روسيا قصفت سد بشنه على نهر سيفريسكي دونس شمال شرق أوكرانيا مستخدمة صواريخ باليستية قصيرة المدى. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجوم وقع في أعقاب هجوم سابق استهدف سد كاراشونيفسكي على نهر كريفي راي بوسط أوكرانيا منتصف الشهر الجاري، مضيفة أن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاه مصب النهرين. وأشارت إلى أن القادة الروس ربما كانوا يحاولون قصف بوابات السد لإغراق نقاط عبور عسكرية أوكرانية. حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية، واصفا إياها بتهديدات جدية وخطيرة. وقال بوريل إن الأزمة الروسية الأوكرانية بلغت لحظات حرجة مع معاناة الجيش الروسي في الشهر السابع من العملية العسكرية. وحذر بوريل أيضا من الاستهانة بتهديدات بوتين النووية، لافتا إلى ضرورة التعامل مع تلك التهديدات على محمل الجد. هذا وتمتلك روسيا نحو 5977 رأسا نوويا، وهي الثانية عالميا في القوة النووية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لمركز أبحاث اتحاد العلماء الأمريكي. من جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وصفتها بأنها تدعو إلى إنشاء محكمة للتحقيق في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها متحيزة ولا علاقة لها بالعدالة الحقيقية. وقالت إن تصريحاته المؤيدة لفكرة محكمة محددة لتقديم الروس للعدالة متحيزة بالفعل في صياغتها والعلاقة لها بالعدالة الحقيقية، مضيفة أن أحدا لم يمنحه الحق في تحديد الجناة. ورأت الخارجية الروسية أن كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي ليس موضوعيا منذ أن التزم الصمت حيال الفظائع التي يرتكبها الجيش الأوكراني في دونباس والتي أدت إلى وقوع إصابات جماعية. أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الاجتماع المرتقب ببروكسل لمجموعة الاتصال لمساعدة أوكرانيا سيبحث سبل تنظيم الدعم العسكري لكييف وسد الفجوات بين الأنظمة التي تمتلكها حاليا والأنظمة التي سوف تحصل عليها مستقبلا. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه سيتم بحث تبادل المعلومات حول جهود إنتاج الصناعات الوطنية الدفاعية وتحديد الفرص المتاحة للدول للعمل معا لمعالجة قيود ومشاكل الإنتاج الرئيسية. كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت مؤخرا عن اجتماع مرتقب لمجموعة الاتصال لمساعدة أوكرانيا ببروكسل في 28 من الشهر الجاري. قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن إجمالي 211 سفينة تحمل 4.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا حتى الآن.
جاء ذلك بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية. تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن قامت روسيا بتحركات عسكرية بأوكرانيا وأغلقت موانيها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص بإفريقيا وشرق الأوسط. بدأ المستشار الألماني أولاف تشولز زيارة إلى السعودية في مستهل جولة خليجية لمحاولة عقد شراكات بمجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الأوروبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية. هذا وقد التقى تشولز مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المشتركة. قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان، قال إنه يتعين على الشركات الأوروبية إبرام اتفاقيات غاز طبيعي مسال بين الشركات وعدم إقحام الدبلوماسية والسياسة. وأضاف بويان أنه إذا أرادت أوروبا تأمين إمدادات الطاقة فهناك ثمن يتوجب عليها دفعه، مشيرا إلى أن العالم سيكون في حاجة للكثير من الغاز بحلول 2025-2027. تعهد المستشار الألماني أولاف تشولز بالتنفيذ السريع لإجراءات تخفيف الأعباء الجديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وفي رسالته الأسبوعية قال تشولز إن الآلية التشريعية سارية وستنظم الدعم اللازم بسرعة كبيرة جدا، موضحا أن الأمر يتعلق بدعم الأسر ومحدود الدخل وكذلك الشركات التي تتكبد الآن تكاليف طاقة مرتفعة ولا تعرف كيف تواصل أعمالها. وأضاف تشولز أن أسعار الكهرباء والتدفئة والغاز مرتفعة للغاية ويتعين على الدولة أن تخفضها، لافتا إلى أنه في حالة الكهرباء من المخطط إجراء تغيير في تصميم السوق يضمن هبوط الأسعار، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لأسعار الغاز وهناك محادثات مع الاتحاد الأوروبي ومع كل أولئك الذين يصدرون الغاز إلى أوروبا وألمانيا. أزمة اقتصادية غير مسبوقة تواجهها الدول الغربية وأوروبا على وجه الخصوص، ومرحلة خطرة تعيشها منطقة اليورو لم تعهدها منذ الحرب العالمية الثانية، فلم يكد العالم يفيق من تبعات جائحة كورونا الاقتصادية التي أصابت دول أوروبا بشلل فجائي حتى استيقظوا على الأزمة الأوكرانية التي جرجرت وراءها أزمات متعددة في الطاقة والغذاء، ودفعت أوروبا ثمن مساعدتها لأوكرانيا بقطع إمداداتها من الغاز الروسي، وارتفع سعر النفط لتدخل المنطقة في تباطؤ اقتصادي عميق وتقلص في النشاط التجاري بحسب مؤشر ستاندرد أند بورز. هذا وأدى لارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة إلى الحد من إنتاج التصنيع، ومن ثم ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1% في أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وسقوط الاسترليني لأدنى مستوى في 37 عاماً أمام الدولار. من جانبه رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر، وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية. كما تفاعلت أسواق المال سريعا على وقع بوادر ركود محتمل، فأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد في التداولات، حيث استوعب المستثمرون مجموعة من قرارات البنك المركزي وخطة اقتصادية جديدة من المملكة المتحدة تتضمن مجموعة من التخفيضات الضريبية. وفي محاولة لكبح جماح التضخم الذي عصف بالمنطقة، اقترح صندوق النقد الدولي على الاتحاد الأوروبي إنشاء قدرة مالية جديدة علّها تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرة السادسة، حيث أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الهام للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي.
وخلال استقباله توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أشار الرئيس السيسي إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيدا سيادته بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي، ومشيرا إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية، وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية شبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، بما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين، كذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي وإداري ولوجستي. من جانبه أعرب السيد توماس باخ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيدا بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في المنطقة على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي إلى جانب تلك الرياضة. كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرا، خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة. وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد، في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة، موضحا في هذا السياق أنه قام بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية المتكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحة الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية. تنطلق غدا الانتخابات البرلمانية الإيطالية وسط حالة من الترقب الأوروبي، مع تزايد احتمال تحقيق ائتلاف اليمين الإيطالي فوزا كبيرا في تلك الانتخابات. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الائتلاف اليميني وزعيمة حزب إخوة إيطاليا جورجيا ميلاني في نتائج الاستطلاع، وفي حال فوز حزب إخوة إيطاليا الانتخابات ستصبح جورجيا ميلاني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا. ربما الانتخابات البرلمانية في إيطاليا أكثر الانتخابات تميزاً في تاريخ البلاد هذه المرة، ربما بسبب مجيء هذه الانتخابات بعد أزمة حكومية انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي في ظل مناخ سياسي مشتعل، أو بسبب بعض التعديلات الدستورية في نظام التصويت وعدد المقاعد. فحتى العام الماضي لم يكن بإمكان جميع البالغين الإيطاليين المشاركة في انتخابات البلاد، حيث كان سن التصويت فوق سن 25 عاماً للتصويت لأعضاء مجلس الشيوخ. ولكن هذا التغير
جاء مع الإصلاح الذي أقره البرلمان في يوليو 2021، ما يعني أن حوالي 3,800,000 ناخب إضافي تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً سيكونون قادرين على التصويت لممثليهم في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية. ولكن على الرغم من زيادة أعداد من يحق لهم التصويت، فإن استطلاعات الرأي رجحت أن يصوت في الانتخابات التشريعية 48% فقط من الناخبين في الفئة العمرية التي تقل أعمارهم عن 35. الانتخابات هذه المرة تغير فيها عدد المقاعد المتاحة في البرلمان، لذلك من الصعب التنبؤ بنتيجة هذه الانتخابات، خاصة وأن تركيبة مجلسي البرلمان قد تغيرت ومعها الطريقة التي يتم بها انتخاب المشرعين. فالإصلاحات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2020 خفضت عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 عضواً إلى 200 عضو فقط، وخفضت عدد أعضاء مجلس النواب من 630 عضواً إلى 400، ونتيجة لذلك أعيد تعيين الدوائر الانتخابية لتتوسع جغرافياً. افتتح وزير الصحة خالد عبد الغفار المجمع اللوجستي المميكن لحفظ وتوزيع اللقاحات بشركة فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر، وشهد عبد الغفار مراسم توقيع وثيقة استلام 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا مقدمة من الحكومة الصينية، حيث أكد أن مصر لديها هذا المخزون الكبير من لقاحات فيروس كورونا يكفي حتى عام 2023. هنا بمصانع فاكسيرا تخطو مصر خطوة جديدة في إطار استراتيجيتها الرامية لأن تكون مركزاً لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الإفريقية، خطوة جاءت بافتتاح مجمع التبريد اللوجستي المميكن والذي بدأ تدشينه أبريل الماضي بهدف حفظ وتوزيع اللقاحات والأمصال إضافة إلى حفظ المواد الخام وفقاً لمواصفات منظمة الصحة العالمية، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة من اللقاحات. وجود هذا المجمع هيأمن لمصر كثير من التخزين العلمي والمتقدم جدا لصناعة الفاكسين بشكل عام، هيخلينا نحن أيضا في دخولنا في تصنيع، احنا صنعنا حوالي 40 مليون جرعة تطعيم إلى الآن، هنقدر نحن نتوسع في هذه الصناعة بشكل كبير عشان نبقى عندنا في مصر اكتفاء ذاتي. بس ما احنا عينينا مش على مصر بس، احنا عينينا على الاتحاد الافريقي لما اعلن افريقيا في 2040 لابد ان تصنع ما يقرب من 60% من احتياجاتها. انجاز كبير جدا، واعتقد انه يعني بيتكرر في كذا حته عشان تقدر يبقى عندك منظومه قويه توطني فيها كل هذه الاماكن لما يحصل وباء، لما يحصل مشكله، لما يحصل حروب، لما سلسله الامدادات والتخزين تتلخبط، يبقى عندنا بنية تحتية كويسة. بندعم جمهورية مصر العربية في توصيل، وأنتم مفروض تطلبون وتساندون مصر كذلك، فهاي جزء من عملية التبادل الشراكة، وفي نفس الوقت الوصول للشعور الإنساني أن نتواصل، والشراكة الصينية المصرية نثمنها لأن هاي إحدى أهداف التنمية المستدامة. فعلى مساحة 3,200 متر مربع يقام مجمع التبريد اللوجستي المميكن بنظام إدارة أوتوماتيكية وتحكم آلي للغرف المبردة مع تبريد مزدوج في كل غرفة وأنظمة مراقبة إلكترونية، بالإضافة إلى نظام مراقبة الحرارة وأرصفة للشحن والتحميل وتفريغ المنتجات. مساحة كبيرة جدا، الطاقة التخزينية بنتكلم السعة التخزينية القصوى هي 150 مليون جرعة سنويا، ودي طاقة عالية جدا، لأن زي ما إحنا وضحنا أن الدولة المصرية مش بتستهدف بس مصر، لكن إحنا بنستهدف نبقى مركز إقليمي للقارة الأفريقية، وزي ذلك بناء يعني هنلاقي الاتحاد الافريقي حاليا والافريكا سي دي سي في انيشيتيف موجود ان احنا بسنه 2040 يتم تصنيع 60% من احتياج القاره الافريقيه داخل دول افريقيه. افتتاح المجمع شهد ايضا استلام مصر لوثيقه ب 10 مليون جرعه لقاح مضاد لكوفيد 19 والذي اهدته الحكومه الصينيه لمصر لمواجهه تحديات الوباء تحت مظله العلاقات المشتركه. اذا هو انجاز
جديد سيضع مصر في مركز هام بخريطة تكنولوجيا حفظ وتبريد اللقاحات، لتكلل مصر بافتتاح المجمع اللوجستي المميكن سلسلة من جهودها لتعزيز الشراكات الدولية ودعم القطاع الصحي والدوائي بكل أزرعه. سالي سالم، التلفزيون المصري. انطلقت فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ ضمن استعداد المدينة لاستقبال مؤتمر تغير المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل. تستهدف الحملة جميع المواطنين بداية من 12 سنة فأكثر، وبالإضافة إلى تطعيم من تخلف عن التطعيمات السابقة، ليكون المستهدف من الحملة 100% من جميع المواطنين المقيمين والعاملين بالقطاعات المختلفة داخل المدينة بالجرعة التعزيزية قبيل انعقاد مؤتمر المناخ، وتستمر الحملة حتى 30 من سبتمبر الجاري. أما الآن فمع أخبار المال والأعمال بصحبة مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا محمد عبد، وشكرا رغد أبو ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أخبار بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أن الشركة أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الجديدة يتم بشكل مستقل تماما من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع. وصلت معارض أهل المدارس بدمياط استقبال المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى معارض كلنا واحد ضمن ثلاثة معارض أقامتها الغرفة التجارية بدمياط، وذلك لتوفير المستلزمات والملابس المدرسية وبأسعار مخفضة. ذكرت الغرفة التجارية بدمياط أن التخفيضات تصل إلى 40%، وهي تخفيضات مقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض، والذي شهد توافد العديد من الأهالي. معرض السنة دي فيها منتجات مختلفة، كل ما يناسب الطالب المدرسي السنة دي، من كتب مدرسية، من أدوات كتابية، من زي مدرسي، كوتشيات، أحذية، كل ما يتوفر، كله موجود في الغرفة التجارية بتوفر هذه السلع كلها بأسعار مخفضة. يعني الأسعار المخفضة دي من حوالي 20% ل 40%. كل حاجة هنا متوفرة، وفي تنوع الخامات وتنوع الأشكال، كل حاجة هنا في متناول الجميع، كل حاجة سواء كانت باختلاف ألوان المدارس، كل حاجة هنا موجودة. أسعار هنا مخفضة بالنسبة في المعرض للعودة للمدارس، كله بنسبة 30% تخفيضات علشان خاطر الناس كلها. كل المعرض بيكسب بهامش ربح لا يذكر. يعني الحقيقة المعرض السنة دي جميل جدا، الأسعار فيه حلوة قوي، تفاجئنا بتخفيضات كبيرة ما كانتش متوقعة، أرخص من بره بكتير جدا يعني. والتشكيل كله موجود، بنجيب شنط المدارس، الكتب، الكراريس، الأقلام. بصراحة نحمد ربنا إن في السنة دي كده، لأن طبعا متوقعين الأسعار كده تبقى أغلى من كده بكتير. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل من عام 2020 وسط تراجع لجاذبية المعدن الأصفر، مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لموقفا أكثر تشددا، وذلك بهدف كبح التضخم، ليسجل المعدن الأصفر 1644 دولارا للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 966 جنيه للجرام الواحد، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1128 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1289 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 9024 جنيه.
في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 8 أشهر مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما نسبته 4.8% لتسجل 86.15 دولارا للبرميل الواحد. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 5.7% ليصل إلى 78.74 دولار للبرميل. وهبطت كذلك أسعار المازوت عالميا بما نسبته 84% لتصل إلى 3.16 دولارات لللتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.68% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية أن المملكة ستستمر وستستثمر أكثر من 40 مليار ريال في مشروعات للبنية التحتية في 11 مدينة بأنحاء البلاد. وقالت الوزارة إن هذه المشروعات ستوفر أكثر من 150 ألف وحدة سكنية وتصل السعة السكانية الناتجة عنها إلى 750 ألف نسمة. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود للعناوين والختام مع محمد عبده ورغدة أبو ليل. شكرا لك مصطفى نزار. بهذه الجولة الاقتصادية نصل لختام السادسة، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تقديم كافة الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان. الرئيس السيسي يؤكد الاستعداد لتوفير شتى سبل الدعم لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية. رئيس الوزراء يقوم بجولة بالمتحف المصري الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي من هذا الصرح العملاق. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين. إلى اللقاء.